الراجل الحر تلقى البركة في ولاده، الراجل الحر تلقى البركة في ولاده، أبو كفي سخي يا رب الود في ولاده، من بعد موته يفوت التجوى لولاده. أصل الكرامة وراسة والشهامة طبع، أصل الكرامة وراسة والشهامة طبع، والأصل غلاب يا خالي والردولة طبع، والأصل غلاب يا خالي والردولة طبع. الناس ما عادل، الناس ما عادل بتحكمها الأصول والطبع، وين يرحل السبع برضو الطبع في ولاده. الله عليك يا محمد. يا جماعة زي ما انت شفت معايا دلوقتي حالا، معايا دلوقتي الرئيس محمد البنجاوي ابن الرئيس عبد العال البنجاوي، واحد من اهم من غنوا للتراث الصعيدي، وهو للمرة الثانية معانا هنا في عز الشباب ومنورنا. رئيس محمد اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ ايه الجمال ده؟ حلو تمام. جميل. تعالى نتكلم شوية ونعرف الناس أكتر على الفلكلور الصعيدي، أصل الغنى في مصر. تمام. هو الفلكلور الشعبي بالنسبة للفن الشعبي في كذا لون من الفن الشعبي. هو نفس اللون بتاعنا ده، المزمار والأرغول، في ألوان تانية زي الربابة والسيرة الهلالية، يعني كذا لون برضو ينطوي في حكم الفن الشعبي. تمام. بس رئيس محمد، يمكن الحلقة الأولانية بتاعتنا كانت بيننا وبينكم كان اتكلمنا فيها عن كل حاجة بتخصكم بتخص التراث الصعيدي، لكن المرة دي بقى احنا عايزين نستمتع اكتر، احنا حنينا بقى الاغاني الصعيدي مرة تانية، عايزين بقى المرة دي نسمع اكبر وقت ممكن اكتر ما نتكلم فيه. نسمع دلوقتي طير يا مرسال. يلا بينا. يا طير يا مرسال. الله عليك.